عسلامة مرة أخرى في حلقة جديدة من جو برو سيزون 3. مزاد ما حضرتش هذا الكمال متاع سيزون 2. مرسي على مساجاتكم على محبتكم اللي كيب الكل تسلم عليكم وإن شاء الله مزاد عندنا برشا 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 خدمة كان خليتنا الدنيا وخلونا أولاد الحلال. يا سيدي احنا باش نحكيه اليوم ساعة مولد نبوي شريف علينا وعلى أمة سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. باش نحكيه على المولد النبوي الشريف والعيد نتاعو. ما نعرفش علاش انا ما انا يظهر لي باش ما نحتفلش مثلا بالزقوقو. ما تخرجنيش من المله لحظه. انا ما نمنش بالزقوقو ومسلم راني ما تكفرنيش. انا البدع نتاعك ما نعيشش بها. انا حر فان شاء الله نقبلوا بعضنا في المجتمع في المجتمع نقبلوا بعضنا باهي. كي نقولوا العيد الصغير نقولوا الحوايج نتاع العيد. كي نقولوا رمضان نقولوا العظم والمعدنوس. وكي نقولوا سيف نقولوا دلاعه. وكي نقولوا مقلي نقولوا جازوز. وكي نقولوا مولد نقولوا فاكية. يا لطيف في بالك الفاكية وصل سومها كيما سوم مترو تراب في حديقة كارتاج بالضبط. عليه الويه عليه نقولك عليه على خاطر الناس تتهافت عليه تتهافت ما وين نحن الحاجة غالية نتهافت اهفتوا اهفت ما عادش تتهافت عليه على خاطر سيادتك 100 جرام بندق توصل قد قد مع جرام الذهب من سيادتك وسيادتها وسيادتكم. شو مسألها شو مانيش عامل عصيد. لحظة بدل شيء. لحظة قط حي. لحظة الرب سبحانه اللي خلقنا بشي حاسب ربي مش بشي يقول لك اش بيك ما عملتش عصيد ايجا بش تحطك في جهنم. لا ربي يحطك في النار وقت اللي تشجع العبيد هذي اللي تغلي في العيشة وسيادتكم تغليوا فيها علينا. فهمتني خاطر كي انت تعمل المقاطعة على اي حاجة على الفاكية هو شنو بش يصير مثلا هي بش تتكدس على قلوبهم. ماك تعرف ما هيش متاع نحن نجيبوا فيها البر كي هي ما تتبعش هو ما يطيشهش هي رخصها والحم يرخصه خطره ينتن والحليب يرخصه خطره يروبلو هو الحليب. ما عادش ندعي ما عادش نعيط اش نعمل انا باش نترشق راني باش نترشق انا راو يا ولدي كيفاش الحاجة غالية تشريوها الله لا كون فيهم كالصغار كامشي يفسد لي عيشتي انا يا اخي حتى زقوقو بالفيسة شنو راكم توا يبيعوا لهم في صحافي زقوقو حاضرة هكا كلمة صوتية ذيك هكا اشري بركة عمل زقوقو بايوتي ماما راو يتعدى مولد بلي هكا عصيدة حاضرة هكا ولا عاد لا يبلو لا يعلو توا ما عنديش وقت بقبل والله بس تصغر تبدا تقرا وتخدم طف وزقوك انصن فوق هكا حاضرة ماستر صحفة حاضرة فين البنة كانت عبنا ما فيهاش صحفة زقوق ومن بنتها من فلتهاش ملا قافي هذايا لحني انا وسرقولي بلينغوس انصن فوق صحفة زقوق وحق ماستر شكون عملها تعرفش عليها شكون عملها ويبدا ما تعرفش تحاضر هكا يبدا يسفوا اقطعوه زقوق وما يجرى شيء خلي الفاكية تطيح خل نخلط وناكلو شوية فاكي وقت طلوعه يملى ضلوع الفاكي. انا علاش نكرهها وما كل الصحافي الحاضرين ماستين لاستين باردين هي ديجا العيشه ماشيه وطمسات يا لطيف هكا لا ابو يحكي مع ولده لا ام تحكي مع بنتها لا خالي يجي لولد اخته لبنت اخته لا عمي جدا زيد بهكا هكا مدهم هكا ما علاش خاطر زقوقو هو راهو لما متاعو راهو انا الحق مش على المولد. انا بالنسبه لي انا ما يعني لي شيء زقوقو حتى شيء المولد انا حياتي كلها مولد حياتي الكل نتفكر في النبي انا البدع هذي انا انصف فوق يا خويا لكون فيكم انا تعجبني كل لمه واسقط ما في اللمه ذيك امك تعيط لك تبدا تدلك معاها انت تنسى اللي هي مزت ما حطتش نستليه او تنسى اللي هي سخونه فالصياح اللي تعمله بعد ما تاكلها ذيك قبب بالصياح نتاعك هاو الجو تفرهيد الزقوقو كل شيء بقدره واكثر حاجه بقدرها في الزقوقو صحفه الزقوقو نحشم منها يعني. على خاطر امك تحسك انت ما عندك حتى قيمه قدام صحفه هزيتها وما رجعتهاش يا ويلك يا طول ليلك يا سعدك يا وعدك صحفه تاع الزقوقو هزيتها وما رجعتهاش شو عليكو حياتك مشيت وترجعها انت تقعد تغزر لك بها امي صباح الخير وين الصحفه امي رمضانك مبروك وين الصحفه امي بوتين بشي يوفى العالم والصحفه متاعي مزات ما رجعتش رد بالك تغلط الصحفه عندها قدر كبير مش احنا اغلى حاجه عنده المعون اغلى حاجه عنده انا لاحظتها هذي ضيعت صحفه عطيت وقتها صحفه لصاحبي يا اخي مشيت نجري ومن بو منديل يسمع يقول جابتها هي ما مش موضوعنا مش مشكل صحفه تشبه لها فاكتشفت انه فما روحانيات بين الام والمعون متاعها على خاطر انا عطيتها صحفه
كيما الصحفة اللي أنا ضيعت نفس النقشة نفس الكبر. قلت لي مش متاعي. كيفاش عرفت؟ تحس بيه المعون متاعها، تعرف وخصلته مراقبلها وإلا ليه، تعرف وجديد وإلا ليه، تعرف ريح الدينالها حكاكتها لفابوها سبالتها. رد بالك الصحفة من عند أمك وترجحيش. رد بالك. بعد المولد مباشرة النهار الثاني مثلا تحل فريجيدير تلقى برشا صحافي ما همش متاعك، يعني ما همش متاع داركم. صحافي جيت فما صحافي مشيت، وقت اللي تقابلني يا تتا درشكون ولا خالتي درشكون ولا عمتي درشكون وتسألني على صحفتك، قل يا عجبتك ما عاش تسألني خاطر باش نقول الحق والحق يغشك. خاطرها ما عجبتنيش، خاطر ما فماش في العالم صحفة عصيدة تقول حاجة تضرب بها قطوسي هبهب. شو نقولش حاجة أخرى يعني. شو العصيدة متاعك ماست لاستا فاستا باستا كاستا كوزي ماست، وانا نحب كان زقوقو متاع عمي وكل واحد مستانس بمكل تم، وانا حر يا أخوي ما عاش تكتب ده متأكدة صحفتك ماست. انتي ما تعرفيش انتي تعملي زقوقو، شو انتي ما تعرفيش تعملي زقوقو، وراو زقوقو ما يتعملش من اليوتيوب، وراو زقوقو وراو يتعمل أمك تورثهولك معناه خاطر فيه روح فيه نفس ما يتعملش هاك. ليه ليه هو زقوقو ببنين محليك راك تبدا هكم وما تزيدش تعطي صحافي خاطر كيكا تولي ما تعرفش تعمل زقوق وصحيح ترقع، معناها لين شككنا في رواح لين شك لي هكاكا زقوق وامي غلط فصحفتك خايبه انا ما ناكلهاش. فهمنا كي نقول لك صحفتك خايبه ما تتغشش خاطرها هي خايبه وماستا ناقصه سكر وفيها الكعابر خاطرها ماهيش معصده مليح وبرشا ديفويت فيها باش يبدا في بالك اهو اللي ما تعرفش تعمل زقوق. الدنيا اذواق يا ناس، يعني كل واحد يتلهف في ذوقه، معناها كي يبدا ذوقي ماهوش كيما ذوقك فماش علاش ذوقك باش يتنبز من ذوقي، على خاطر ذوقي يهم ذوقي وذوقك يهم ذوقك. هذا المفروض كي انا مثلا تقول لي كول كول معايا سيده انت يرحم والديك استدعيتني انا ما ناكلهاش بالكريمه مثلا، انا متفاهم انا وامي متفاهمين زقوقو وتزينها لي من فوق، انا ضد ما نساندهاش الكريمه مثلا ضد انا الكريمه باه، يعني حقي اني نساندها او ما نساندهاش. كي انا ما نساندهاش انت تتغشش علي هوني ما عادش تحبني نساندها ليه ما عادش عندي راي انا، انت سيادتك لهنا تفرض عليا ولي سيادتك انت تمن بالحريه وانا كي ما نحبش نساندها انت تقول لي ليه وتقوم تسبني ليه، انا حر ما ضريتكش حقي انا ما ناكلهاش الكريم حبهاش لما تما حب زقوق وانا يعجب. انت تحب تاكل كريمه خوذ خاطر انا ناكل كان كريمه امي ما نحبش ناكل كريمه ام العباد وكل واحد كريمه امه ابن من كريمه امي واحد، انا من الكريمه نتاع امي ما ناكلهاش فما تلزليش لحظه وما تقوليش علاش، انا شن جاوبك تقولي علاش مجبر اصلا تاكل كريمه ما ناكلش طف صف وحدك كهو اللي بعده كله زيد ما ناكلش لفت علاش ساعة فيه منفعة كان جاي ينفع راهو نفعك انت وردك عبد وعلمك ما عادش تدخل في العباد دونك ما ينفعش. انا حر واللي ما يحبش ياكل هو حر وكان ما ناكلش هريسه مش معناها انا ناقص رجوليه، ليه معناها انا عندي معتي وكرشي تولي تزغرت من بعد في الليل فهمتني. كنقول لك ما نحبش كريمه ما نحبش كريمه انا حر ها رحم والديك باهي. ديما في اي دومين فيه سراق خاطر زقوقو دومين هو ما حد شيء اخر هي تقاليد عبيط دومين مادام دومين فيه سراق قولي كيفاش زقوقو ومولد نبوي شريف ودومين وسراق. نقولك فما سراق الصحافي يقوم في الليل يتلهوث على صحافي زقوقو افعى حنش يا لطيف انا كنت مسيبه في الدار يسيبنا نرقدو يبدأ يتلهوث هكا يحلك إلا شفقة رحمة هكا قل له أنت مالا صحفة زقوقو بوك هذيك ولا متاع خالتك بعثتها لم يحل يسفرد هموش مالا تحلك كعبة الدنيا هذيك لحظة بوز فأنا أرجع لكم لحظة حلوة الدنيا هذيك شناي برجولية شناي مفعولها من أعرف تقزقز في الفم تقول واحد يأكل في الرمل متاع الشط هو الوين ما عند تافهة تافهة برش وما يش بنين وما استلاست كل ما خايب نحيوه خلنا نرجع نكمل الفيديو ونحيوه. حلوة الدنيا الشعب يطالب بإسقاط حلوة الدنيا خاطر ما فيها حتى منفع وكل قريس أما نزرستي مرة نحيت نحيوها برسو دنيا دنيا سمير غانم هذه دنيا خليهم لنا ذوك كهو دنيا اللي نعيشوا فيها آه يا دنيا تفهمنا كمل الفيديو. يا سريق الصحافي يا سفيف ما عادش تسرق الصحافي خاطر فما ناس ما كليتش في الدار فما ناس مثلا تروح في الليل عندها صحيفتها وتلم فيهم يوفى المولد مثلا ولا يوفى هالعيدة ذا يبدا كل مره اللي منهم انا فانت ما تقوليش في بالي زايده شنو اللي زايده انا زايده احنا باهي في الدار كي خالطين ناكلوا احنا باش نعملوا بالزايده تترهدنا شنو في بالي متاع حتى حد امي طيب الجنون قاعده شنو في بالي متاع حتى حد تدروش وتتبهلل عليا انا طاجيني تسرقولي من الفريجيدير البريكة تسرقيلي الطن تسرقولي يا خويا والزقوق وزيدة معاش
يا ولدي يا ولدي راه باش نمشيو المركز عليها الحكايه هذه، راه باش نعملوا فيها محضر. والسراق الفاكيه يلي ما تحشمش، وما خليك سارق عندك مبادئ. سرقه مباح. وقتاش؟ وقت اليوم تبدا تزين في الصحافي، تزين وصاي وجه الدار ذوكم، امي تهز صحفه ناقصه وتهزها بعروشها هكا، تهز معاها الكريمه وكزقوق وتلفتت هكا يا رسول الله، تقول حفره في كياس. شنو باش تولي الدوله انت؟ اه كانت الدوله تعمل الحفره ومش انت يا سيد. شنو صحفه زقوق محفره ذي يا لطيف، والاخر يتبع في كعبات البندق بصبعه. يا دي جاتي تقول مضروبه بالكرافور، انا كصحفه زقوق قالت لي امي صحتك هي صح. ويلي صحبه عليه هكاك عليه يا مهنه يا ما عادش تسرق الصحافي، تسرق الفيك تحل طفتك يا خلي الصحافي مزينين محليهم، امنا سهرت عليهم هذوك. وفما سريق زقوق يبدا شكل الخدمه اللي يعملها، يدخل المغرفه تتحلبت مع الصحفه باش ما يمسش الكريمه من فوق والفاكهه. شوف انت يا، ويبدا يحكي حلبت فيها يحلبت فيها هكا، ويبدا ويعاود يرجعها بنفس الفاصون ويشد الكريمه بالمغرفه الاخرى ويرجع يعاود يقلب الصحفه. ما بيان سور عليك ليبر سينو من جهه بركه ترخ، لازم ضربه منه وضربه منه في الاربع كوانات باش الكريمه تقعد لفوق. جاتني صحفه عصيده ورقه نتاع كريمه. بون هو انا ذي اللي عملت خاطر تعرفوني ما ناكلش الكريمه، ناكل زقوق وكهو، اما خاطر وقتها بالذره هو زقوق بنين. ديما الحاجه اللي ما فيهاش منفعه هي اللي تفضل. ديما فما اللفت في الدار، فما الظلف نتاع الهندي موجودين، ويوفى العيد ويقعد زقوق 3 ايام 400 وفيش فيش منفع حلو كله سكر. مادام وفيه المولد هو مولد نبوي الشريف وفيه، انا نحب نفطر صباح قهوه امي، حتى ذراع حمص للجيل اللي يعرف الحمص جيل، حتى ما نعرفش انا زيت زيتونه وشمية وباجيت. فطور صباح زقوقو، عند الاول زقوقو، العشاء زقوقو، الديسير زقوقو. يا اخي مش قلت لي عملت كيلو ولا بذر ولا كيفاه؟ عيد الكبير تفطرني صباح لحم نمر في بلفيدير، انا في رمضان نبداو نلحلحو بيك باش الخمس ايام الاخرى تكملي طيبي، معناها بتلحليح معناها ماذا بيا ربي فضلكم لينا الامات الكل، اي ام في الدنيا امي يعني. اما ذا بيا نظموه القطاع شوي، خاطر القطاع مهمل بتاع الكوجينه على ما يبدو، معناها احنا تحت الطلبره كلي معناه فيه هو زقوق. نحب مقرونه انا في نص نهار مثلا، حتى مرقه مالح هكا حمراء ومالح هكا ما يقلقنيش. من زقوق ما عادش نحب نشوفه انا وفي ايزي وفي كهو، معناها وشمت زقوق في ظهري انا وطلعت لي كعبه شامبينيون هكا قد الصحف. ما عادش نحب اقول كلمه صحف، بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. فهقت ذكرت زقوق، معناها ماذا بيا كان شوفوه القطاع. ان شاء الله مولدكم مبروك، وربي فضل اي ام في الدنيا اللي قاعدين تعبوا فيها، واي بو اللي قاعد يقضي مازال قاعد يقضي فيها البلاد هذي حق حق. يا كانت قاعده تفرج دوله راهو صحيح، قالك الوالدين باش يوليو يبيعوا في المعون بعد ما يستعملوه، داي قالك ما عادش عندنا منين ندخلوا فلوس، خليو ناكلوا في الجوتابل تو، وان شاء الله الماء باش نوليو نزرقوا فيه، ان شاء الله كلي تتلفتي خاطر انتم على ما يبدو ماكلين شاربين بطبطين محنكين ملحمين مكرشين مجنبين. الفيديو الجاي على التونسي وتونس. قبل ما نوفى الحلقه نتاع جو برو نحب نقول لكم جيتكم بخبر باهي الاكثريه باش تعجب لي مدام انسى على خاطر حاجه تهمهم اكثر من الرجال، اللي هي ديكوراسيون روستوم فري. كما قاعدين تشوفوا في اللوجو هذايا باج موجوده على الفيسبوك، بيع لي تابي نتاع ديكوراسيون ايرانيه افغانيه هنديه، علاش سميت البلدان هذوما على خاطر لي تابي نتاع ديكوراسيون هذوما معروفين غاليين بمليون ونص وبزوز ملايين، وهذوما راهو خاطرهم يتصنعوا من جلد لا البقر وجلد نتاع لا جلد الصحيح هذايا، غاديك تلقاهم اخذ تلقاهم ب 200 400 300 دونك حاجه الفالور هذايا. كي نحكيو على ديكوراسيون روستم فري تلقاهم باسوام معقوله معقوله على الاخر، المراه اللي تحب تزهز تحب تزهزي هزيه غادي، انا ننصحك تحب تولي من جماعه يا بومبك، اما مش بفلوس يا بومبك تمشي غادي. ما عندهمش كان هذاك، عندهم زادة كوسانات بتاع البيت نوم الملاحف مخليه شيء، انا ما فهمتش انا ما فهمتش زينوبه وراجلها سي طيب منين يجيبوا في السلعه. انا كي مشيت وشفت ما صدقتش ما صدقتش شفت عيني، راني نحكي معاكم بالحق، انا راني قول كان صحيح راني لهنا ما عنديش بيب ننفق له في صورته، وين يا عيني باش تاكلها الدود والتراب. انا شفتهم يا خويا يا خويا منين تجيبوا في السلعه باش نقول لك، انا مش فريب دولوكس لا لا اكسترا فريب دولوكس برجولي ديكوراسيون روستون فريب. ادخلوا الباج وشوفوا شنو عندهم وشوفوا الاسوام ومن بعد تفكروني. بقيكم على خير، هكا كملنا كل شيء وصحه وبشفاء سيد زقوق. فما صحفه نمشي ناكل صحفه زقوق ونجي.